وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو الحسن الأشعري أسس فكر معين، يعني مذهب، وتكلم به والتم حوله والتف حوله من التف، يعني من العلماء، من الذين يشتغلون يعني في مجال أصول الدين، ومن الذين إن الفقهاء وغيرهم مؤيدون له. فطبعا كسائر المذاهب، لا سيما المذاهب الكلامية، يعني المفروض من المفترض أن تكون المذاهب الكلامية دائما في تطور، لأنها مذاهب فكرية وتحتوي على نقاشات فكرية ومراجعات كثيرة. فالمفروض المذهب الكلامي يعني إذا كان أتباعه يحترمون عقولهم ويحترمون المناهج المعرفية، يجب أن يعني يطوروا شيئا فشيئا يعني هذا المذهب وهذا الفكر، فيخالفوه في بعض المسائل مثلا، أو يعني قد تكون أحيانا مسائل يعني لم يبت فيها يبت فيها، أو مثلا إلى آخره. فمن بعد أبو الحسن الأشعري طبعا كانوا أقرب الناس له في العقل والفكر، فلذلك يعني في المذهب، فلذلك كانوا يعني يطلق عليهم الأشاعرة تماما. لكن من بعدهم بدأوا يعني يتخلون عن بعض ألفاظه، بعض كلماته، مثل مثلا لله يد ليست كأيدينا، تمام، ولله علو مثلا يليق به، أو مثلا لكن ليس كعلونا مثلا، يعني هذه المصطلحات التي هي في الحقيقة يعني هي يعني مصطلحات متناقضة في ذاتها تماما، مهما يعني حاول من حاول أن يرقعها هي متناقضة في ذاتها. مثلا رؤية الله يوم القيامة، مع أنه المذهب الأشعري يقتضي بعدم مشابهة الله لخلقه وإلى آخره، ويعتمد على نصوص القرآن، والقرآن يقول لا تدركه الأبصار إلى آخره، وهي أصلا مسألة مستحيلة عقلا مثلا. فبدأوا يعني يتجهون اتجاها أكثر يعني تدقيقا في ما سبق من عقائد أبو الحسن الأشعري، وبدأوا يفترقون أيضا، يعني صار مدارس مدرسة، يعني الباقلاني تجده يختلف عن الجويني، يختلف عن الغزالي، آخرهم مثلا صاحب المواقف مثلا الإيجي، يعني ترى أن هناك تغيير. يعني الرازي طبعا ليس أشعريا، الرازي مستقل، أنا أعتبره مستقل، بعضهم يعدونه من علماء الأشاعرة، أنا أعده مستقل تماما يعني. إلى آخره، إلى الباجوري، إلى المدرسة المغاربية أو المغربية، يعني الجزائر والمغرب وكذا، كلهم من الأشاعرة، أيضا لهم رأي يعني أيضا يختلف عن من قبله. فإذا المسألة يعني هي حالة صحية، لكن لماذا بقيت التسمية أشاعرة؟ لأنه يعني على الأصل بقيت على الأصل، وصارت الأشاعرة مدارس، 3 أو 4 مدارس يعني مختلفة، كلهم أشعريون يعني، لكن في الحقيقة صاروا يختلفون كثيرا جدا عن أبي الحسن الأشعري، هي الحقيقة، لكن بقي المذهب منسوبا له كاسم يعني. يعني هي في النهاية الأشعرية تقف مقابل المعتزلة، يعني هي المسألة أيضا مسألة يعني الخلاف، يعني صار أنه كل من يقف خلاف المعتزلة فهو يعني أشعري، إذا كان من 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 أبناء السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. حتى كلمة أهل السنة والجماعة هي في الأصل يعني مقابل الشيعة، يعني مسألة سياسية، مذهب سياسي، ذكرت ذلك كثيرا أنا ونبهت إليه. فهذه هذا الصور، يعني لذلك لا ترى الماتريدية مثلا أقرب إلى الاعتزال من الأشاعرة، مع أنه الأشاعرة والماتريدية بيقولوا هؤلاء أهل السنة والجماعة، يعني العلماء اليوم، أنه مثلا إما ماتريدي أو الماتريدية هن حقيقة أقرب بكثير إلى المعتزلة يعني من الأشاعرة. وحتى يعني المسألة صارت يعني إما إذا لم تكن معتزلا إذا أنت أشعري. وكان هناك المجسمة، طبعا الأشاعرة وقفوا بوجه المجسمة، لكن وقوف أبو الحسن الأشعري وقوف منقوص حقيقة، يعني هو كان يؤيد أهل الحديث ويعتمد على حديث الآحاد، ويعني لذلك يعني هو يعني قريب جدا من المجسمة حقيقة. أنا هذا ما أرى، هذا رأيي طبعا، لا ألزم به أحدا، لكن حقيقة هو مذهبه قريب جدا من المجسمة، وكلامه يقتضي التجسيم، كلامه يقتضي التجسيم. والآن يعني المسألة يعني أظن بحثها لا يقدم ولا يؤخر، عندنا نحن العقل، وعندنا القرآن الكريم، وعندنا اللغة، ويعني نستفيد من هذه المدارس، لكن لا نعدها وحيا يتلى ويجب الالتزام به، ومن خرج عنه كأنه خرج عن الدين، لا 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 لا، هذه آراء كلامية، إن كان المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، نستفيد من الجميع. وحتى الاعتزال، يعني المعتزلة مثلا هناك 5 أو 6 مذاهب تقريبا للاعتزال، ايضا يعني صار في شيء من الخلاف بينها وبين الاصل، وهكذا يعني، وهكذا المساله. حتى مثلا الفقه الاكبر لابي حنيفه الذي فيما بعد يعني صار المذهب الماتريدي فيما بعد يعني، لكن هذه التحولات ايضا صار في خلاف بين الفقه الاكبر والمدرسه الماتريديه، وهكذا كل المذاهب الكلاميه. حاله طبيعيه جدا وصحيه جدا ان يكون هناك نقاشات وخلافات وزيادات وترجيحات وكذا، هذا شيء. لكن الغير صحي أن نعتقد أنه الحق فقط عند الأشاعرة والماتريدية، الحق فقط عند المعتزلة، الحق فقط عند يعني هذا هو البلاء الأعظم، وهذه هي المصيبة الكبرى التي يجب أن نتخلى عنها.